حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محميد المحميد. نرحب بك أستاذ محميد في نشرة الثالثة. كيف تقرؤون أبرز مضامين كلمة مملكة البحرين في القمة الخليجية الأوروبية؟ شكرا لكم، مساء الخير جميعا. لا شك أن كلمة مملكة البحرين في القمة الخليجية الأوروبية تحمل دلالات كثيرة. لا شك ذلك أن رئاسة مملكة البحرين للقمة العربية أيضا تعطي زخم كبير انتباه ورعاية واهتمام أيضا من المجتمع الدولي والمجتمع الأوروبي لكلمة مملكة البحرين. فمن هذا المنطلق جاءت الكلمة لتؤكد صوت الحكمة والمعرفة والسلام والتنمية والشراكة والتعاون. نلاحظ أيضا هنا كان تركيز من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ربي حفظه في الكلمة ألقاها نيابة عن جلالة الملك بالتأكيد على أن هذه القمة تمثل محطة تاريخية في العلاقة الثنائية. فالاجتماع والقمة ليس اجتماع فقط للقاء وللتشاور، ولكن أيضا لتقارب الرؤى والمصالح والتنمية المستدامة أيضا بين البلاد الأوروبية والدول الخليجية. هناك إشارة واضحة ورسالة حصيفة بشأن القواسم المشتركة. أشارت الكلمة التي تفضل بها سمو ولي العهد إلى أن هناك قواسم مشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وأهمية تعزيز الشراكة الثنائية. نعم لدينا روابط مشتركة، ولكن كذلك مصالح اقتصادية وتعاون تجاري. الكلمة أيضا تضمنت محور جدا مهم وهو الموقف البحريني الراسخ تجاه القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها وأولوياتها تجاه الأمن والسلام في المنطقة، وكذلك حذرت من تفاقم الأوضاع والنزاعات في أوروبا. وبالتالي هنا إشارة واضحة بأن التحديات أيضا مشتركة، وبالتالي الخطاب البحريني في القمة الخليجية الأوروبية كان خطاب واقعي حكيم، وأيضا طرح الحلول والمعالجات. نعم أستاذ محميد، كيف تسهم مثل هذه المشاركات الدولية في تعزيز وترسيخ مكانة مملكة البحرين ودورها الفاعل على المستوى الإقليمي والدولي كذلك؟ بالتأكيد هناك استثمار دبلوماسي من مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه. في هذا اللقاء وهذه القمة الخليجية الأوروبية أكدت كلمة سمو ولي العهد من منطلق روح الشراكة الدولية، أيضا للتأكيد على الدعوة التي وجهها صاحب الجلالة إلى المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط حاث الدول للانضمام إليه. وبالتالي مملكة البحرين تحمل رسالة إلى العالم وتستغل وتستثمر كل حدث دولي لتعزيز ونشر هذه الرسالة، نشر القيم والمبادئ، وبالتالي أيضا تعزز روح الشراكة الدولية. مملكة البحرين أيضا بجانب هذه المبادرات لإحلال السلام أيضا لديها مبادرات لتطوير المنظومة المؤسسية الدولية العالمية، سواء كان في الأمم المتحدة أو بنك النقد الدولي ومجلس الأمن، وهذا ما أكدت عليه الكلمة التي تفضل بها سمو ولي العهد. وبالتالي هناك أيضا نظرة تفاؤلية في ختام كلمة سمو ولي العهد أكد على روح الأمل والعمل والعمل المشترك. يحضرني الآن كلمة للفيلسوف الصيني: لتحقيق المعرفة عليك أن تضيف أشياء كل يوم، ولتحقيق الحكمة عليك أن تزيل أشياء كل يوم. وكلمة سمو العهد رئيس مجلس الوزراء كلمة مملكة البحرين أضافت الكثير من المعرفة، أضافت الكثير من الحكمة، أضافت الرسالة البحرينية للبشرية. نعم الكاتب الصحفي الأستاذ محميد المحميد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.